أعزائي، ما زلت في بستان جتسماني، والكلمة بتعني جاتش منيم معصرة زيت. المكان يسمى بستان النزاع أو بستان الصراع وكنيسة كل الأمم. في هذا المكان ألقي القبض على يسوع المسيح. هذا البستان الجميل في شجر زيتون عمره أكثر من 2000 إلى 3000 سنة. لكن في شيء مهم حدث عندما قبضوا على يسوع المسيح. بطرس حاول أن ينقذ المسيح، رفع السيف وضرب عبد رئيس الكهنة ملخص، لكن الرب يسوع قال لبطرس: رد سيفك إلى غمدي، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. رسالة المسيح رسالة السلام. لأجل هذا بيجوا السواح من كل أنحاء العالم حتى يختبروا فعلا الراحة والسلام في هذا المكان، ويصلوا في نفس المكان اللي صلى فيه الرب يسوع المسيح. وعاوز أقول لكل مشاهد أنه فعلا صلاتي أنه الرب يلمس حياتك. المسيح تألم، المسيح صارع، كان بنازع في هذا المكان لكنه انتصر. فبصلي أنه ينتصر في حياتك اليوم ويستجيب طلباتك وصلواتك. هاي برفعها إلك وإلك من بستان جتسماني.